موافقين ايه؟ قلت لك لا تروح، ما كنت تقتنع. كلها حشوار، قالت لك حشوار. اخ انا اللي بيقرط علي فرنك بقرط جوزته، شلون عشان اللي قرط؟ بس هو اللي قرط لك جوزتك مو انت. فشرب نص عينه، خبطته بقص، لو اجا بخلقته فتح طاقه. لك المشكلة عجوة، كل ما بتروح يا تقرط له جوزته بترجع بدك بردخه وتصويج. شو استفدت انا من كل هالطبخة؟ انت مفكرة ما صار له شيء؟ لك قلت لي ما صبته. لك شلون ما صبته؟ ضربني بقص على بطني، اجت ايده بمزيمة لقشاط. سبح بالدم سباحة. بالبول خلصنا بقى، لسه من نشرة اخبار لنشرة اخبار. حطلنا على شي غنية، انا بحب الاغاني. لك وانا بحب الاغاني، بس بدي اعرف مين فاز بالانتخابات بجزر السيشل. يعني ما بدك تنام؟ لك وانت مو حتى عارف مين فاز بالانتخابات اول، شو بك ميسور؟ إيه هلا طلعت النتائج بالاخبار. لك لما نزعت النتائج كانت الراديو عمال بتشوش، بدي استنى نشرة الوحدة ونص. انت مين بدك يفوز؟ في واحد حاكي منيح بس مستحيل ينجح، ما بيمرقوه. ايه مدام مستحيل، حطلنا على شي غنية الله يخليك. لك احتمال 1%، بلكي عم نقول بلكي. مرحبا عفور. اهلين ابو غصن، كيفك؟ منيحه. بتزعل اذا قلت لها؟ بزعل من العالم كله ومنك ما بزعل. اتحش لي شيء قبل اسمي، ما بصير تقول عفرة حاف. مثل ايش؟ مدام عفرة، ست عفرة، جارتنا، اختي. لا اختي لا. ليش؟ ما انا من مقدار اختك يعني؟ واعلى، بس ما بدي اقطع الامل. بشم فيكي يعني؟ ربال بعد عمر طويل مو بخليه. فوتا، انا اقل من عقل رجال ما بشوف بحياتي. يعني اذا ربال توكل صرت شاغر، ما بدي وافق بالاول. خلينا نتجوز عفوره، ساعتين ولو ساعتين حتى لا تروحي نغصب قلبي. لك حاج بقى يا ابو غصن، عيب استحي شو هالحركات هاي. طالما انا على عصمه رجال ما بصير تجيب لي ورد ثاني مره، شو بدها تحكي علي العالم؟ الورد مو للورد يا عفوره، هالورده له. ليش شبه؟ صار له جمعه ما فتح المطعم، انا قلت ان شاء الله دعس له شي سياره او نزل على راسه نيزك مليوني. من مين؟ ليونيد، هاد غيمه بالفضاء بتشتي بحص. انت متاكد انك مرقت على المطعم ولقيته مسكر؟ صار له جمعه ما فتح. انا لولاك ما انتبهت. لايش؟ صار لي جمعه عم اقول يا بنت ناقص شي من البيت، ناقص شي من البيت، طلع ريبال. شلون ناقص ريبال مو بالبيت؟ بتصدق صار له جمعه مو مبين. وما سالتي عنه؟ لك شلون بدي اسال عنه اذا انا هلا هلا انتبهت على هالشغله؟ وما بتعرفي وينه؟ ما بعرف شو بيعرفني. اذا بدك طلقي. لك حاج بقى يا ابو غصن، حاجه بقى بدك تجيب لي اياه من تحت الارض، انت فهمت ولا ما فهمت؟ شو بدك فيه؟ انت مستقل خسارتنا بتسكير المطعم اسبوع. طيب موجودا ان شاء الله رح جيبه، رح عمم بطاقة بحث على المشافي والمخافي. لا ايش هين؟ اذا ريبال لافز انفاسه اليك، اذا لساته طيب اله باعتبار عم مهني بالسلامة. عن اذنك عفورة. لك السوق مليان فيتامين، بدي اعرف مين هالحمار اللي درج هالعادة. طب شو بيزعلني؟ فوق ما اخذتك وطعميتك برا. ما اروح معك انا على المطعم. ليش؟ لاني حاطط البشكير فوق راسي من الشو. لا حطينا نص الراتب على المطعم، ما حلوه ناكل نهار ونجوع بقيه الشهر. لك تعالي فوتي فوتي، بلعك فاضي. الحمد لله على السلامة، وين كنتوا؟ كنا بالمطار. ايه بالمطار امي، بالمطار عم نودع رفقاتنا. لا عم تودعوا رفقاتكم وريبال مفقود. مفقود؟ شو فقده؟ صار له اسبوع مو مبين. ما قلت لك؟ شو قلتي لي؟ قلت لك في شيء بالبيت صار له متغير اسبوع، قلت لي لا شرفت هلا؟ وانا مو منتبه والله. المهم هلا بتروح بتفتل على قرايبينه لريبال، عقرب عقرب. بتنكشه من تحت الارض، بكفي المطعم صار له اسبوع مسكر بسببه. امي خلي الضبع عجاج يدور عليه، لا شغله ولا عمله عجاج افندي. الضبع عجاج على حاره، وانت على حاره، عقاربه لريبال كثير كثار. ماشي وانت عمي.